عسلامة وأهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه إكسبرس فام وهذه باتي لاب، موعدكم الأسبوعي، برنامجكم الأسبوعي المختص في الهندسة والتهيئة المعمارية، كل ما هو بنائات، كل ما يهم التراث المعماري، بالشراكة مع مجلة أرشيبات. حبيت نرحب بالإكيب الكل الساعة اللي حاضرة معنا واللي تأمن لكم ليميسيون هذه. برهان شبيل في الإخراج، أمين بوستانجي في الإخراج الرقمي. اليوم justement exceptionnellement في الحلقه الثانيه مني الغربي معكم كوتي ميكرو، نتمنى ان برون ريتابليسمون لزميلتنا نادي منصور، ترجعكم ان شاء الله الاسبوع القادم. ونرحب بمدام اميل سويشي تالبي نوتر اكسبيرت دو ليميسيون وديريكتريس دو ارشيبات. اهلا وسهلا بك مدام اميل. اهلا وسهلا، مرحبا عايشه المستمعين الكل. اليوم في حلقتنا الثانيه عدد كبير من المواضيع باش نترقوا لهم، برشا حاجات في الاكتواليتي جوستمون تكتشفوهم معنا في ارشي نيوز. سينو لو ديبا اليوم باش نحكيوا على مشروع وعلى استراتيجية كاملة تخص مدينة تونس، استراتيجية تنمية تونس، تشوفوا بعد شوية إن شاء الله في الدبام تاعنا مع ضيوفنا سيد وليد بالحاج علي المنسق التقني للمشروع هذية وأرشيتكت أوربانيست في البيرو ديتود أغام، مع سيد لطفي بن عيسى النائب البلدي والمكلف بالتنسيق في البرنامج ولا المشروع هذية استراتيجية تنمية تونس. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على أهداف البرنامج هذية، كيفاش باش نجموا نطبقوه الرياليزاسيون تاعو، وين وصلنا دايوغ، على خاطر سي ان بروغرام اللي كمان بدا عنده مدة. دونك خليكم على يكون ان شاء الله هذه من بعد في لو ديبا لينوفاسيون، على خاطر زاد حتى في الاركتيكتور يلزمنا نحكيوا على لينوفاسيون، ويلزمنا نشوفوا شنو ما اخر التقدمات اللي صارت في الهندسه المعماريه. باش يكون ضيفنا السيد اسماعيل العربي، سي او جيو ريفوس، هذه هي ستارت اب اللي باش نحكيوا عليها، وداو نحكيوا من بعد على الاهميه نتاعها وعلى اهم لي بوين اللي قاعده تخدم عليهم. سينو في فوكس تكنيك، موضوع ديما نحكيو فيه، ودايوغ تنجمو تتبعو مختلف برامجنا على راديو اكسبريس اف ام، سي لو سوجي اللي يحكي فيه العالم الكل مش كان احنا في تونس، وقت اللي نحكيو على الماء. الماء تقولوا شنو علاقته بالباتيمون اليوم؟ علاقه مهمه برشا وغطيده برشا، كيفاش نجمو اون بو اوبتيميزي اليوم استغلالنا للمياه في تونس؟ نعرفوا اللي فما ستريس هيدريك كبير، نعرفوا اللي فما شح مائي، فما شكون ندى كاريمون بان نطلقوا حاله طوارئ مائيه في بلادنا. دونك هذا الكل تنرجع عليه باكثر تفاصيل مع ضيوفنا السيد خليفه الحميمي ومدام روضة قفريش. دونك هذوما ضيوفنا ان شاء الله ابارتيغ في اخر ليميسيون بعد الاربعة ونص في فوكس تكنيك. هذا هي البرنامج اللي استنى فيكم دونك كيما قلنا لمدة ساعة ونص من زمان، من ما 3 ونص حتى للخمسة على راديو اكسبريس اف ام في باتي لاب، والبداية باش تكون بالاكتواليتي في ارشي نيوز. ارشي نيوز أخشي نيوز لليوم مدام أميل سويسيتال بيدونك، باش نبداو جوستمون وباش يكون فما أمتي فوكس اليوم على المتاحف في بلادنا. المتاحف اللي هي نجمو نقولو مرايا متاع الحضارة متاعنا، متاع المعمار متاعنا. نعرفو لي تونس باغ إكزومبل بالنسبة للموزايك وغيره، ثم إفكتيفمون هذه هي التعريف متاعها بالنسبة لكل ما من يحب الأركتيكتور وكل من يحب المعمار والباتريمون تراث وغيره، هذا الكل ينجم يلقاه في تونس. اليوم عنا دو نيوز يهموا جوستمون لي موزي، باش نبداو خاصة من الاول توا ببيرسا ومتحف كارتاج. جوستمون اليوم فما ان كونكور، مسابقة دولية للروكاليفيكاسيون دو لاكروبول دو بيرسا، وخاصة إعادة تهيئة متحف كارتاج. لو كان ناخذوا أكثر تفاصيل جوستمون على البروجي هذا وعلى لو كونكور هذا، المسابقة هذه كي لا لانسي، كيفاش نشوفوا هكا شوية الإطار اللي هي فيه. إن شاء الله نخصولها برنامج كامل، هي إن فوا يخرج الريزولتا. مي علاش هي أكتواليتي مهمة؟ خاطر أول مرة في تونس سي أن كونكور انترناسيونال أوفير لابيليزي يونيسكو، يويا، يويا هي لونيون انترناسيونال ديز أرشيتكت، و هومولوغي زادا بار لوردر، أبروفي بار لوردر ديز أرشيتكت دو تونيزي. Donc chez Kofi, apparemment, j'ai les dossiers, une centaine d'équipes internationales. Khatrouma Talbi, non seulement des architectes, mais aussi des archéologues, des scénographes, des paysagistes. Donc c'est des équipes pluridisciplinaires. Ou Mouchken Chimis, Matal Tahi, Matal Matafakao, et la réhabilitation, l'aménagement paysager, Matal Zed à la placette, les Wapod Demo. Donc avec l'ampleur, la superficie, le site, 5 hectares à peu près.
دونك كما تعرفوا هو هذاك كله اللي لو سيت كله اللي c'est un site classé par l'UNESCO. Mm-hmm. Où le, donc le, où le, bien sûr le ministère de la Culture, ma expertise France, expertise France qui est en train de mener le concours HEVE ou les études. Donc le coût de Mahouchraib quand même, l'étude, avec les études préalables, mm-hmm. un million. Mais les études et les travaux, juste le 8 millions d'euros, c'est un investissement honorable. Inch'Allah, معناتها, l'annonce des résultats mm-hmm. sera faite le 13 mars, قالولنا, où معناتها, vraiment, tous les architectes, avec impatience. Alors, comme vous avez dit, plus de 1000 architectes, urbanistes, des équipes, les archéologues. Alors, nous parlons de Matéhaf, nous parlons de la منطقة أثرية كبيرة برشا في تونس, وقت نحكيو على كارتاج ونحكيو على بيرسا, وبالتالي اليوم الكونكور هذا اللي لانسي كونكور انترناسيونال, دونك نفهموا انه معناتها فما لا بوسيبيليتي انه يكونوا فما دي زيكيب من برا ينجموا يشاركوا فيه, وبالتالي اليوم باش نعرفوا النتيجه نتاعو نهار 13 مارس 2023, وباش نشوفوا جوستمون شكون لي زيكيب اللي باش تقوم باعاده التهيئه هذه صحيح داخل المتحف في لاكروبول نتاع بيرسا, وحتى زاد في لي زانطور على خاطر فما الساحات اللي برا, فما لي موزايك اللي برا, فما لي جاردان, هذوما الكل زاده يلزم تتم اعاده التهيئه نتاعهم, ولا ميناجمون يلزم يكون متناسق مع بعضه كما قلت انت. ان كونكور مهم للغايه, سيغتان نرجعوا عليه باكثر تفاصيل. والاهميه الاخرى منين هو كونه المتحف ماهوش مهيئ باش يدخلوا له نقص تهيئه وسيكوريتي, دونك مسكر دوبي 2018. دونك اونشين مع باردو اونشين مع باردو جوستمون, اللي هو زاد عندنا زوج متاحف مسكرين, سا سي لامونتابل, لي بلو غران موزي اللي عندنا في تونس مسكرين. دونك عندنا المتحف, بعد متحف كارتاج باش نحكيو على متحف باردو, وفما حمله كامله جوستمون بالنسبه لمتحف باردو. دايوغ انتم اللي تبعوا فينا على لي ريزو سوسيو وقاعدين سيغتانمون تتفرجوا وقاعدين تشوفوا, لو كان جوست تدخلوا حتى على فيسبوك حطوا هاشتاغ موزي دو باردو, تشوفوا الحملات اللي قاعده تصير من مده طويله في سبيل انه يتم اعاده فتح هذا المتحف. ما ننساوش معناتها الموزايك الفوزايفوزي معناتها الاكبر واهم اللي موجوده في تونس, نجمو تلقاوها في المتحف هذايا من غير ما نحكيو على لي سكولتور, ومن غير ما نحكيو على فينالمون لامبلور اللي ولا البعد خلينا نقولوا الثقافي الكبير اللي يعطيه المتحف هذايا لبلادنا. وقت اللي نقولوا تونس نقولوا متحف باردو معناتها نحبوا ولا نكرهوا, اكثر حاجه معناتها من لي سيت ومتاحف تدخل فلوس للدوله هي المتحف باردو. دونك سي مون كان غاني انورم دوبي لو 25 جويي 2021 مسكر, سا سي ديبلورابل. دونك الحمله هذه سميوها موزي دو باردو كونتر لوبلي ضد ليبيري لو موزي دو باردو, دونك برشا تصاور قاعدين يهبطوا, بوكو داركتيكت سبيسياليست دو باتريمون, ولا حتى معناتها دي فوالا دي سيتويان معناتها كي ديبلور الحكايه هذه. وما تنساش اللي في كندا, معناتها نذكروا مثلا في كندا لي بسيكولوج بريسكريف لي باسيون نتاعهم باش يمشيو للمتاحف خاطر تفرهد معناتها العباد. هي كثقافة في حد ذاتها اليوم زياره المتاحف بتتخ لازمها تزيد معناتها تتاصل اكثر بتتخ في عاداتنا في تقاليدنا. نعرفوا اللي راهو في كل نهار احد من اول كل شهر, معناتها اول احد في كل شهر الاكسي للي ميوزي يكون بلاش بالنسبه للناس الكل او العائلات اللي موجوده في تونس. حاولوا انكم تمشيوا وتهزوا صغاركم وتعرفوهم. وثاني اكبر متحف في القاره الافريقيه متحف باردو باغ اكزومبل اللي هو مازال مسكر, فما كما قلت انت لي زابيل اللي قاعده تصير على اساس انه ان شاء الله يرجع يحل في اقرب الاوقات. نعرفوا اللي كي باش يحل البارلمان باش يحلوا بالضبط, دونك مازال ما نعرفوش, ولكن نعرفوا اللي هو تعدى بفتره صعيبه خاصه بعد العمليه الارهابيه. نعرفوا اللي بعد اون اساي انه نرجع أكثر يكون هنالك إقبال أكثر عليه ويرجع يستقبل السياح ويستقبل سورتو حتى التوينس, على خاطر فماش كانوا سياح حتى التونسي راهو عنده الحق في الأكسي للتحف هذه والآثار هذه ولي موزايك هذوما في بلاده. دونك الحملة كما قلت لكم تنجموا تتابعوا وتشوفوا تصاور متاع المتحف, تنجموا تشوفوا لي زاركتيكت فاش قاعدين يحكيوا, لي زاركيولوج الأخصائيين والمختصين في
في التاريخ فاش قاعدين يحكيوا هذه الكل تلقاوه جوستمون على لي ريزو في الحمله حمله ميوزي دو باردو كونتر لوبلي تجمو تشوفوها وتابعوهم باكثر تفاصيل هذيا لي دو زارشي نيوز بالنسبه لليوم في باتي لاب احنا مازلنا باش نكملوا سيرتينمون مدام امال وباش نكملوا حديثنا على الاركتيكتور على بلادنا وما دمنا نحكيه على إعادة التهيئة باش نحكيه على مدينة تونس مدينة تونس اللي إعادة التهيئة متاحة والاستراتيجية التنمية هذه العاصمة نحكيه على une stratégie de développement de la ville de Tunis. هذا هو محور الدباء نتاعنا بعد شويه مع ضيوفنا. خليكم اليكوت باش نحكيوا على كيفاش هالاستراتيجيه هذه تعملت، شكون اللي مسؤول عليها، شكون اللي قاعد ينسق فيها، شنو هما لي زوبجيكتيف ولا الاهداف المرسومه عن طريق هذه الاستراتيجيه. خليكم اليكوت، رجعنا معكم في باتي لاب. باتي لاب باتيلا مازلنا مواصلين معكم في مشوارنا حتى للخمسة متاع العشية كيما تعودتوا وكيما تعرفوا بعد شوية باش نحكيوا على الانوفاسيون في الدومين متاع الاركتكتور المعمارية وغيره وكل وضيفنا باش يكون السيد اسماعيل العريبي سي او دو لا سوسيتي جيو ريفوس تشوفوا شنو الدومين داكتيفيتي متاعها وشنو باش نحكيوا بعد شوية لكن بور لانستون وقايت يدولي باش نمشيوا نحكيوا في الدبا متاعنا كيما قلنا لكم باش نحكيوا على استراتيجية تنمية تونس Le débat. ضيوفي اللي نرحب بهم بحضنا هوني في استوديو السيد وليد بالحاجة علي المنسق التقني لمشروع استراتيجية تنمية تونس أرشيتكت ومختص في التعمير في البيرو ديتود أورام. أهلا وسهلا بك سي وليد وخاصة زادة عضو بالجمعية التونسية لمخططي المدن. شكرا. مرحبا. معنا زادة كيف كيف السيد لطفي بن عيسى اللي هو مستشار بلدي ومكلف بالتنسيق في مشروع استراتيجية تنمية تونس. أهلا وسهلا بيك سي لطفي. أهلا وسهلا مرة هذه بالكاسكيت أخرى بلدية مش متاع الاقتصاد الاجتماعي جستمون غاتر اللي تفعو ديما في إكسبريس أفام جي لطفي ديما حاضر معنا وين نحكيه على الاقتصاد التضامني والاجتماعي لو أساس مش نرجعو له سختان مورا هو بعد مدة قصيرة ولكن اليوم خلينا نحكيه جستمون في أرشيبات على هذا المشروع استراتيجية تنمية تونس بروجي لو كان نحاولوا أن نقدموه عن دمو نفهموا دو كوا يساجي سي وليد وخاصة المشروع هذا من وقتاش بدينا نحكيه عليه علاش اليوم نحكيه على استراتيجية تنمية تونس وقت اللي نحكيه على تونس رانا نحكيه على تونس شكون تونس العاصمة البلدية كهو تونس الكبرى لو كان نحطوا الأمور شوية في إطار خلي اللي يسمعوا فينا يفهمونا على شنو باش نحكيه اليوم. شكرا. إذن المشروع متاع استراتيجية تنمية مدينة تونس انطلق عام 2021 بمبادرة من بلدية تونس اللي هي رأت أن نقرب شوية مساج للميكرو خلي باش الناس كلها تسمعنا بالكدي بلدية تونس هي اللي بادرت انطلقت بادرت بالمشروع هذية بادرت عليش على خاطر شافت أنه على مستوى المجال متاعها فما العديد والعديد من المشاكل بلدية تونس هي البلدية الأم العاصمة في قلب العاصمة تيريتوار متاعها سي لو سنتر فيل سي لاك سنترال دو غران تونس ونشوفوا احنا مواطنين ونشوفوا معناها الاشكاليات اللي تعيشها يعيشوها المواطنين على المستوى هذايا ما يخفاكش انه المنطقة هذية فيها المدينة العتيقة فيها المدينة الأوروبية فيها الفرون دو لاك لازون بورتوير اللي هي دي ليسي المنطقة الإدارية الكبيرة اللي هي القصبة نفافريل الرابطة وهذوما كل مناطق معناها تشكي العديد والعديد من الإشكاليات بلدية تونس عملت البلان داميناجمون متاعها مخطط المعماري متاعها لكن هذا مش باش حل المشاكل سي أداة من الأدوات أداة عملياتية أداة قانونية لكن مش هذا اللي باش يحل لنا المشاكل المشاكل هذوما يتحلوا بليزاكسيون دي زاكتور معناها الفاعلين كل واحد شنو باش يعمل إذا عندنا العديد من الفاعلين احنا كي نقولوا استراتيجية تنمية مدينة تونس مش تنمية بلدية تونس كمؤسسة لكن المجال بلدية تونس اللي هو المجال اللي يصنعوه العديد من الفاعلين المواطنين الإدارات البلدية عندها ما تقول لي زونتربريز وهذوما كل يخدموا في مجال واحد مجتمع مدني مجتمع مدني اذا كلهم اذا المجال هذايا يلزمنا رؤيه
رؤية على المدى البعيد باش نعرفوا شنو هو وين نحبوا نوصلوا وكيفاش باش نوصلوا. ومن بعد الأدوات تجي التخطيط العمراني الانفراستركتور النقل اتسيتيرا، هذوما كل ما هما أدوات في خدمة الرؤية اللي باش نعملوها لمدينة تونس. بدينا 2021، بدأت بلدية تونس عام 2021 بتمويل من الاتحاد الأوروبي على أساس أنه أن بروسيسوس كي بابخوندر 3 ans، 3 سنين من الأشخاص. هذا المسار يعني مسار لمدة 3 سنوات لتفعيل الاستراتيجية في الأخير للوصول إلى بلان داكسيون اللي نجم نقوله معناها ديتايي افيك كي في كوا اي كون. هذا هو الأخر استراتيجية النظرة. النظرة هذه باش نشوفوا كيف شنو هو الآليات اللي لازم نحطوها باش نوصلوا لها النظرة هذه. والنظرة هذه بناتها البلدية مع الفاعلين الآخرين مع ليزاكتور وبناتها مع المواطنين في نطاق تشاور تشاركية تعمل العمل. إذا كيفاش تعملت العملية؟ بلدية تونس على انكاجي ان بول ديكسبير اللي هما ستة كل واحد من اختصاصه، لكن ما حبيناش ولا ما حبتش البلديه انه يكون ان ترافاي ديكسبير. لي زيكسبير سون لا بور انيمي لو ديبا انتراكتور. اون اي لا لهنا معنا باش نربطوا ما بين لي زاكتور والفاعلين المحليين باش بور على فوا فوار كيس سون لي بوين دو كونفرجانس وين يترابطوا وسي لي بوين دو ديفيرجانس وين لازمنا ندخلوا باش نقربوا الرؤى. بدينا بالتشخيص المجالي. التشخيص المجالي ما بديناش من الصفر على خاطر فما دراسات تعملت على مجال تونس، برشا دراسات تعملت، ماناش باش نعاودوا كل شيء. التشخيص المجالي صار على قاعدة الدراسات القديمة اللي شفناها وخرجنا منها شنو لي غران توندونس دو سو تيريتوار لا. من بعد تعدينا الكادر استراتيجيك. الكادر استراتيجيك تعمل افيك لي زاكتور معناها بتشريك جميع الفاعلين. alors il y a eu des discussions en tête à tête mais il y a eu des débats interacteurs. هذا هو البريزون justement هو احنا تم بعد باش نرجعوا في نطق معناتها en deuxième lieu ولا في جزء ثاني باش نرجعوا justement على مختلف النقاط اللي بديتوا فيهم وكيفاش بدا العمل effectivement وخاصة شنو هما les étapes اللي مازالوا ما كملناهمش. نذكر معناتها كما قلنا ثلاثة سنوات 2021 22 و 23 23 مازال فين بدا، ولكن برسك تاو نجمو نحكيو على عامين ديجا المشروع بدا وبدا يخدم بوتيت ابتي. خليني نعطي الكلمة لسي لطفي جوستومون بيسكو انتي مستشار بلدي ومكلف بالتنسيق في هذا البرنامج. وقت اللي يقول سي وليد انه البرنامج هذايا ولا استراتيجية تنمية مدينة تونس حبينا انها تكون فما التشاركية وانه مختلف الاطراف فينالمون الفاعلة تعطي رايها. بالنسبة لهذه التشاركية كيفاش ريتوها؟ كيفاش حاولتوا انكم توصلوا لها وخاصه مع مختلف الاطراف؟ شكون هما الاطراف اللي فوزافي في ابل اللي هما باش يكونوا حاضرين؟ كيفاش صار لابل هذايا؟ خاطر يظلي اول مره نحكيو كارت سور تابل ميزابار فما ان ارتيكل دايور جو انفيت انكم تطلعوا عليه في ارشيفات ليك سي وليد. عطيت فيه لمحه بسيطه هكا ومعمقه خلينا نقول مش بسيطه على الاستراتيجيه هذيا وشنو الاهداف نتاعها وغيره. ولكن مساج نبداو من الاول، اليوم كبلديه تونس شنو هما لي زيتاب اللي عملتوهم؟ كيفاش شكون هما لي زاكتور اللي حاولتوا انهم يكونوا موجودين؟ لو كان نمشيو باكثر في التفاصيل سي لطفي. هي الشركاء بلديه تونس هما كما ذكر سي وليد تويكا هما يعني مؤسسات يعني الوزارات المعنيه فهمت يعني شكون هما الوزارات المعنيه اليوم مساج خلينا نحكيو كارت سور تابل باش نعرفوا نسميو الاشياء بمسمياتها. البيئة باعتبار عندنا مشاكل مع البيئة، عندنا الاقتصاد والتخطيط، عندنا وزارة التنمية الفلاحة، وزارة النقل. يعني وقت نحكيو على الشركاء هذوما احنا باعتبار نرجع للتشخيص هو النقطة نتاع المسار فهمتني الكل. وهكذلك المجتمع فهمتني المدني منظمات فهمتني الكبرى فهمتني كل يعني الفاعل المنظمات الكبرى المنظمات الكبرى يعني اليوم يعني شكون اللي كان حاضر؟ الاتحاد العام التونسي للشغل، الاقتصاد اليوتيكا ولا اليوتيكا اليوتاب يعني في بالي دونك هذوما المنظمات فهمتني الكبرى.
المسار باغ اكزومبل مناش كيفاش تمت الدعوه نتاعهم هناك العديد من الفاعلين الاجتماعيين سواء فهمت الجمعيات سواء فهمت اللي تنشط في الاطار يعني القرب يعني في الاطار يعني الترابي فهمت يعني هذوما اللي عبروا على يعني اهتمامهم بهذا المسار وانخرطوا فيه ويحضروا في الاجتماعات كذلك متاع يعني المصادقة مع المسار هذا. احنا مثلا المرحلة الأولى يعني هي اللي انطلق منها هي مرحلة التشخيص وهذا هو اللي كل شيء تبني على عملية التشخيص نقف على العنصر هذا لأنه هو محدد في باقي في المرحلة المصادقة على التشخيص هذا وهذه مرحلة اللي سبقت يعني إعداد يعني الإطار الاستراتيجي يعني وضبط يعني أربع محاور استراتيجية نرجع عليهم أكيد ومنهم هما باش يخرج يعني المخطط يعني البلان داكسيون فهمتني اللي هو باش يكون الحرقة فهمتني الأخيرة وفي كل مرحلة هناك رجوع إلى يعني الأطراف يعني هذه للشركة هذه للمصادقة على يعني العملية التأليفية اللي قامت بها الفريق من تاني الخبراء. نرجع للتشخيص تسمح من تاني في كلمة يعني التشخيص يعني الانطلاق هو تم الوقوف على سبعة من تاني عناصر. أولا بالنسبة لتونس كعاصمة هي نواة مركزية لمدينة كبرى يعني ولكن مدينة مفككة وممتدة هذا فهمتني عنصر فهمتني هام. هي قطب اقتصادي ولكن يعني ريادة متاح على مستوى دولي ريادة ضعيفة. اثنين المحور المركزي التاريخي اللي كنا نحكي عليه سي وليد اليوم فهمتني بدءا بال يعني المدينة الإدارية يعني من قصبة فهمتني وإحنا هبطين المدينة فهمتني ثم المدينة الحديثة حتى الميناء القديم هذا يعني هو فضاء عنده يعني إمكانيات ضخمة فبشي على مستوى الثقافي اقتصادي ولكن نلاحظ يوم بعد يوم هذا الفضاء هذا يتدهور وأصبح محل النفور يعني الناس ومتنيو حتى للمستثمرين الاقتصاديين. حالة التنقل الحضري يعني ما حدث ولا حرج فهمتني اليوم يعني اللي هو عاون على يعني ساعد على يعني تدهور يعني المركز وكذلك الزحف العمراني الفوضوي فهمتني احنا اليوم في منخرطين في إدارة بلدية تونس يعني في عملية التسوية ولكن نقاو ساعات صعوبات جمة كيفاش وموجود أمام يعني خيارات صعبة أما الهدم أو التسوية فهمتني وعندك البعد الاجتماعي فهمتني العديد من الأبعاد باش تاخذهم بعين الاعتبار كذلك يعني اليوم يعني أمام التحديات المناخية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية مدينة تونس يعني ماهاش قادرة على الصمود يعني يعني على مواجهة هذه التحديات الحوكمة الترابية يعني وهذا عنصر هام يعني بدينا به في حديثنا فهمتني قبيليكا يعني احنا عندنا مفروض دخلنا في مسار فهمت يعني لا مركزية فهمت ولكن لاحظنا انه الدستور يعني الجديد ألغى باب كامل من الدستور القديم يتعلق بالحوكمة بالسلطة فهمتني المحلية شنية المآلات التداعيات فهمتني الخيارات هذه على مستوى يعني الإدارة المحلية نقاط استفهام كبيرة ونحن بكبلدية تونس كما البلديات الأخرى يعني العهدة متاعنا تنتهي بعد يعني يعني اشهر يعني دونك اخيرا يعني التدهور يعني التدريجي يعني لنوعيه الحياه في المدينه واضح فهمتني تونس كذا وبصفه خاصه يعني الميز يعني الاجتماعي والفضائي يعني الموجود يعني هناك يعني تدفقات الهجره غير يعني المتجانسه وفشل وهذا مرده فشل السياسات العموميه في توفير يعني يعني تمكين التونسي من حقه في يعني المدينة فهمتني وحق كل تونسيين مهما كانت فهمتني أوضاعهم الاجتماعي هذا التشخيص هذا هو اتفقتوا عليه الكل الناس كل الأطراف اتفقوا عليه تشخيص فيه برشة أبعاد فما يعني السياسي والاجتماعي واللوجستي وغيره باش نرجع بعد شوية جوستمون بعد فصل صغير وباش نرجع معاك سي وليد جوستمون بعد التشخيص هذايا اليوم لي زيتاب اللي قاعدين نشوفوهم خاصة لي زوبجيكتيف والا الأهداف اللي
قاعد يرمي اللي يهدف لهم المشروع هذا مشروع استراتيجية تنمية مدينة تونس. على خاطر وقت نحكي على تنمية زاد نحكي على تنمية مستدامة، مانيش نحكي على تنمية في المطلق، باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على الأهداف هذه وعلى شنو ما ليزيتاب اللي عملناهم وشنو ما ليزيتاب اللي ما زلنا باش نعملوهم لتحقيق هذه ولا تحقيق هذا المشروع وللوصول الى النقطه الاخيره اللي يلزمها تكون موجوده باش نبنيو عليها وباش نجموا نحكيوا على مدينه تونس تكون عندها تنميه مستدامه. خليكم معنا في باتشي لاب على اكسبريس اف ام. لو ديبا، رجعنا معكم من جديد في باتشي لاب وفي نوتر ديبا مع ضيوفنا سيد وليد بالحاج علي وسيد لطفي بن عيسى. نرحب بكم انتم اذا كان ما زلتوا فين التحقتوا بنا. رانا نحكيو اليوم على استراتيجيه تنميه مدينه تونس. الاستراتيجيه هذه كنا حكينا في البارتي الاولى من ديبا متاعنا على الاهداف متاعها، علاش اليوم نحكيو على استراتيجيه كيما هكا، شكون اللي معني، شكون الاطراف اللي شاركت من الاول في رسم هذه الاستراتيجيه. باش نرجعوا معاك دونك سي وليد بعد ما حكينا مع سي لطفي على اهم نجم نقولوا المحاور ولا النقاط اللي خرجتوا بهم من الاول وها وشنو اللي يلزم معالجته اليوم في مدينه تونس باش نجموا نحكيوا على تونس كمدينه فيها تنميه مستدامه. قلت لي انت نحب نرجع جوستمون في الاوف في كلمتين على لو بروسيس بارتيسيباتيف جوستمون ولا التشاركيه في هذا المشروع، كلمتين ونمشيو من بعد جوستمون للنقاط اللي كنا ذكرناهم ومدى تقدم الموضوع والمشروع اليوم. شكرا. على التشاركيه هذه حبيت ناكد انه المواطن مشينا له سنينيش انه يجينا البلديه حطت دي ستاند في 15 منطقه في تونس الكبرى. ولي ستاند هذوما عرفت بالاستراتيجيه اهدافها دونك فما يعني ان كوتي بيداغوجيك مي سمعت المواطنين على شنو انتظاراتهم بالنسبه للمجال نتاعهم. إيه 10,000 مواطن جاوبونا، 10,000 مواطن على تونس الكبرى اللي هو شيفر كبير برشا جاوبونا. والاناليز دي ريزولتا نوزا دوني ان بو دو نوزا ريبيلي دي سوربريز على خاطر شفنا انه باغ اكزومبل بارمي لي اتونت نتاع المواطنين انه لو تيريتوار بورتور دوبورتونيتي سا ما كناش نستناوها، كنا نستناو في الماء والضوء والكياس ولا شنو. هو نقطة مصيفتنا هم ذوك. احنا ما زالوا عندنا لا مالوغوزمون ما زلنا لكن الشباب نتاعنا اليوم كي نشوفوه يخرج من تونس علاش يخرج من تونس؟ على خاطر تونس ما عادش تعطي لي زوبورتينيتي هذوما. الفرص فوالا. اي دونك لو فيت كو المواطن يقول لك انا جي بوزوان كو لو تيريتوار سوا بورتور دوبورتينيتي بور نو سا ايتي اون ريفيلاسيون ما كناش نستناوها، كنا نستناو في فما زاد la question de la sécurité خرجت لا كيسيون دو لا سيكوريتي الامن. وكي نقولوا الامن يا راهو تونس اليوم ما نتخيلوش لكن المشكل هذايا عايشين وعايشته المراه في الشارع، عايشوا الطفل في الشارع، عايشوا الناس الكل. معناها هذايا الامن زاد خرج كمعطى كبير في هذايا الثاني. لا هو الامن خرج الاول والثاني خرج تونس بورتوز دوبورتونيتي داكوغ. والاكس الثالث اللي خرج هو لا اون فيل فاسيل ا فيفر او كوتيديان النقل لي زيكيبمون لي سيرفيس بوبليك سي لا فاسيل. اليوم معاناة المواطن في المدينة لو تيريتوار كي نعيشوه نخرجوا الصباح كنا مواطنين ونشوفوا النقل لي زيكيبمون المعاملة مع الإدارة هذه. دونك كلمة فاسيلة فيفر خرجت سهولة الحياة ما نقولوش احنا انه باش نطوروا ولا اعطيني نعيش كما انا توا لكن نعيشها بطريقه اسهل 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 كما الكالك فوق بعضهم. اليوم مش باش نخرجوا اهم النقاط اللي يلزم معالجتها بطريقه سريعه باش ما نقولش اسرع من مما يمكن خاطر يمكن الوقت ما عادش يسمح، ولكن يلا نشوفوا النقاط اللي ركزتوا عليهم ونشوفوا خاصه كما قلت لي زيتاب اللي وصلنا لهم وين وصلنا اليوم في هذا المشروع وفي رسم هذه الاستراتيجيه لتونس المستدامه. إذا بعد ما كملنا لا فيزيون اللي بنيناها مع المواطنين ومع الفاعلين تعدينا لا فاز نتاع لو بلان داكسيون. واول حاجه عملناها سي ديدونتيفي دي شونتي استراتيجيك
pour Tunis. بالضبط. Des chantiers stratégiques, c'est des chantiers interacteurs, intégrés. ما نحكيوش على ما فاو قطاعات. ما نحكيوش على قطاعات. نحكيو على des chantiers territoriaux. Et transversaux. Voilà, bien sûr, transversaux. Il y a une certaine liberté d'action et une certaine malléabilité par la suite dans la mise en œuvre. Donc, cette محاور الكبار اللي خرجنا بيهم الاول واللي هو يتربط بهذه الحكايه لو تيريتوار بورتور دوبورتونيتي سي لو شانتي نيميرو 1 لاتراكتيفيتي رايونمون انوفاسيون ايكونوميك ميتروبوليتان. دونك لهنا لا كيسيون ديال انوفاسيون نحاولوا نترجموها ماش نرجعوا تونس جلابه جلابه لشكون؟ جلابه للمستثمر لكن جلابه ايضا للكوادر للانجينيور خاطر اليوم منفره يهربوا منها تونس احنا نحبوها تجلب اذا لا كيسيون دو لاتراكتيفيتي لاتراكتيفيتي هذه سي ان بوين امبورطون اي لاتراكتيفيتي ني با كو ان كيسيون ايكونوميك لاتراكتيفيتي اوسي تيريتوريال باسكو لا كاليتي دو في اذا اليوم الشباب يهرب من تونس علاش يهرب جوده تونس. الحياه جوده الحياه اليوم سالير ايغال في الخارج عنده جوده حياه احسن واضح فهمني الفات انه يخرج يلقى تروتوار يمشي عليه هذا المينيموم ابسط الاشياء من المينيموم ما نحكيش على الترانسبور ما نحكيش على البارك ما نحكيش على السينما ما نحكيش نبعدوا برشا على بعضنا على خاطر في بعض الاحيان راهو انتم سيغتالمون زاد اللي تسمعوا فينا واللي تتفرجوا فينا دي فوا عندك الصغار صغار هما راهم اللي يقول لك لا فيريتي سور دو لا بوش دي زونفون دي فوا يقول لك علاش ما فماش اخي شبيلك راه فوق التروتوار علاش الكياس مكسر علاش ما فماش ثنيه تهزك وين انت تحب يعني فينا المو هذا الكل الترجم وكها خط كيسيون داتراكتيفيتي الي ملتي سكالير لا كيسيون لاميناجمون فيزيك لاميناجمون اوربان مي اوسي لا كيسيون دي سيرفيس بوبليك لا كيسيون دو دي ديفيرتيسمون شيب اليوم حاجه ديفيرتيسمون اليوم الانفستيسور باش يجيك باش يجيب عائلته معاه فهمت ولا حاجته عائلته زاد تلقى وانت تفرهد وين تخرج دونك لا كيسيون داتراكتيفيتي لا كيسيون دو ريونمون احنا ما ننساوش احنا في العاصمه تونس العاصمة تونس البلدية ولكن تونس الكبرى هي عاصمة الجمهورية التونسية اي كي نشوفوا اليوم لو غيونمون دي زونتربريز اللي موجودين في العاصمة نوتامون في قلب العاصمة يا با غيونمون سي لو غيونمون اي ميكرو لوكال ما نقولش ما هي لوكال اي دونك سيت كيسيون دو غيونمون على ليشيل ناسيونال مي اوسي على ليشيل انترناسيونال كيفاش باش نوصلوا لها سي اوسي دو بروموفوار ان سارتان نومبر دو فونكسيون لو تيرسيير سوبيريور اللي هو هرب من تونس اليوم من تونس العاصمه المدينه وسط العاصمه ما عادش نلقاو لو تيرسيير سوبيريور خرج للاحواز وليبر سنتر نتاعنا ولا معناها دو كوميرس انفورميل فما دي سينما النظره معناها دي زيماج شوكونت دي سينما تسكروا ولا فريب في قلب العاصمه في ليبر سنتر نتاع تونس alors que c'est là où il y a la culture il faut qu'il y ait la culture qui les entreprises de tertiaire supérieur etc donc cette question de rayonnement la question de innovation elle est aussi qui on parle innovation ديما نربطوها بالتكنولوجي لا l'innovation dans tous les domaines حتى في l'artisanat il peut y avoir de l'innovation et la question c'est comment rendre Tunis voilà le territoire de Tunis vecteur d'innovation d'accord vecteur d'innovation dans tous les domaines donc là, le premier chantier il est très ambitieux un très ambitieux chantier et donc pour ce chantier là on a identifié un pool d'acteurs et donc donc une fois qu'on a identifié ce chantier là on a identifié un pool d'acteurs les مؤسسات اللي ما مرتبطه باللي سوجي تريتي dans ce chantier mais يظهر لي المؤسسات الكل اليوم اوكي تحكي لي على شانتيه بالامبلور هذه وبال les axes المتعدده اللي حكينا فيهم فينالمون نجم نقولوا انه كل المتدخلين في الشان اليوم يلزمهم يكونوا حاضرين مازال عندنا دوت شانتي اون سي شانتي اي انكور فوالا دونك سور شو شانتي لا اون ا ايدنتيفي لو بول داكتور اون اي لا اوجوردي اون اي ان تران دو ديسكوتي افيك لي زاكتور كونسيرني بور لي motivé à travailler avec nous, à travailler avec la commune de Tunis, باش نعملوا لو بلان داكسيون مع بعضنا. على خاطر علاش؟ بلدية ماشي هي باش تعمل من بعد. بلدية تونس عندها دي بريروغاتيف جوريديك ليميتي، و التيريتوار نتاعها إلي ليميتي. بعد نشوفوا شكون اللي باش يفا شابوتي تو سلا، خاطر لو بروجي امبيسيو وكبير. إذا باش نعملوا ان بلان داكسيون يقعد في التيروار ما حاجتناش. دونك اون امبليك لي زاكتور اليوم باش يخدموا معنا لو بلان داكسيون بور كو بار لا سويت يبويس هما لانتيغري دون لور بلانيفيكاسيون. خاطر لي
البروجي اللي باش نبثقوا من هنا باش يكونوا لي سيكتور ولا المؤسسات وقت باش يعملوا المخططات نتاعها يتفكر عنده مش استراتيجية تونس فيها النقطة الفلانية يخدم منها ويحطها في التخطيط. يعني إذا كنا نحب نلخص بلوز موا وإلا بلوتو نزيد نترجمه شوية, بالنسبة لكم اليوم في استراتيجية هذه وقت اللي تقول أنه يفوك سوا تشاركي حتى الأطراف اللي باش تكون من بعد عندها دخل في تطبيق هذه الاستراتيجية يلزم من توا من تحضير متاحها يلزم يكونوا حاضرين يعرفوا شنو ما الخطى وإلا النقاط والخطوات والأوبجيكتيف الأهداف اللي ماشيين فيهم باش هما بيدهم يتحضروا يعطيو رايهم فيهم بيتيتر كو يل بيف ابورتي زاد حاجه جديده رؤيه نتاعهم هما كسبيسياليست في الدومين نتاعهم باش الامور تمشي كما يجب من بعد. وزاد ما يفو با اوبليي يا دي شوز كي سو فو, معناها هما بيدهم عندهم استراتيجيات وعندهم مشاريع اتسيترا, اذا المشاريع نتاعهم استراتيجيات نتاعهم كونفيرج فير لا استراتيجي با اون لي انتيغ سينرجي نلوجو لا سينرجي فوالا اون شيرش لا سينرجي ما نبداوش ديما يراهو الخطر انه نقولوا نفسخوا نعاودوا من جديد. ليه يراهو المؤسسات نتاعنا قاعده تخدم واضح. المشكل الوحيد اللي عندنا في المؤسسات نتاعنا انه كل واحده تخدم وحدها et donc le territoire qui m'a قال خويا بكري سي لطفي بكري le territoire on sent qu'il est disloqué علاش على خاطر كل واحد يخدم على روحه كل واحد يجبد من شيرته كان نخدموا dans une هيك علاش لا استراتيجيه هي تجيب لنا لا فيزيون كومون فوالا ومن هنا انا جوي ريبونديو justement باش نخدم معاك سي لطفي وقت اللي نحكيوا justement على هالسينرجي هذه ومختلف الاطراف ونحكيوا على راهو كيما قلت انت ان بلان داكسيون اللي باش يتحط اللي راهو التطبيق ومن بعد جو سي با قداش من عام يلزم باش يتطبق باش نوصلوا للفيناليتي فينالمون تاع المشروع هذايا. اليوم بالنسبه ليك انت كمستشار بلدي جوستمون مكلف بالتنسيق, شكون اسكو طرح ديجا السؤال شكون اللي باش يشرف على هذا التطبيق على هذا المشروع اللي باش يقول انت باش تخدم هذا وانت باش تعمل هكا وباش يوفق بين مختلف المتداخلين في مشروع بالكبر هذايا وبالتدخلات وال نجم نقولوا الترانسفيرساليتي نتاع المشاريع نتاعها الكل. هو في الحقيقه هذا المحور يعني نجم نقول كونكلوزيف اللي بنخدموا به يعني المسار هو إرساء يعني آليات الحكمة لمتابعة يعني تنفيذ هذه الخطة يعني الاستراتيجية يعني خطة يعني البلان داكسيون يعني المشاريع المهيكلة اللي هي مش تكون فهمت مخرجات المسار فهمت هذا كل هذا باش نتناقشوا فيها. أما الشيء اللي نأكدوا هو أن بلدية تونس يعني ماهاش مرشحة باش تكون هي لو ليد فهمتني كلاسيك فهمتني هي واستعملنا كلمة ربما هي أنسب هي المحرك يعني باعتبار الوزن الداري الوزن السياسي الوزن الثقافي الوزن الاقتصادي الاجتماعي لها باش تكون هي يعني لو موتور فهمتني تاع البروسيسوس هذا. وهالمسار هذا راهو عنده فهمتني أفق زمني احنا عندنا قلنا على 2050 نخدموا اذا على اجيل كامل يعني هذا مسار فهمتني باش يغير بصفه يعني جوهريه وجه فهمتني العاصمه بمفهوم فهمتني الواسعه كوم متروبول. وعندنا يعني افاق زمني اقرب اللي هو اجندا 2030 متعلق ب يعني اهداف التنميه المستدامه واحنا كان نرجعوا فهمت المحاور الاستراتيجيه كلها باش تلقاها مرتبطه فهمتني ب يعني 3-4-5 فهمتني محاور تستجيب ل يعني هذه الاهداف. حبيت نخدم يعني بعنصر فهمتني هام اللي هو يعني وثيقة يعني خرجت من هالمسار هذه هو ميثاق يعني اللي هو أخلاقي يعني مش يلزم كل الأطراف المتداخلة اللي أكد على أنه التونس مدينة تونس هي حق المواطن حق كل مواطن في جودة فهمتني الحياة هذا على مبادئ على أساس يعني مبادئ حقوق الإنسان كل حق واحد عنده حق يعني في النقل يعني في الثقافة في الصحة في البيئة السليمة إلى آخره. وهناك دعوة وزي البروسيسوس يعني باش كل الفاعلين ينخرطوا في هذا الميثاق ويمضيوا على هذه الوثيقة اللي تعدت فهمتني هذه الحقوق كما قلنا هذا يعني
التزام يعني أخلاقي، ولكن يعني وقت يعني نجم نقول هو باش يأثر من ناحية المسار الكل، المسار فهمتني كل، لأن يعني زمن نقاو ترجمة ليه في يعني كل المشاريع المهيكلة اللي باش يعني يسيل يعني في الأخر يعني اتفاقنا حوله إن شاء الله. هو الحقيقة الحديث على هذه الاستراتيجية وعلى المشروع هذية ككل مازال ينجم يطول برشا، وسختنا باش نرجع عليه في دوتر زيميسيون من باتي لاب وناخذوا كل محور وحده وشنو ما المداخلين فيه وغيره. دونك نشكركم على حضوركم معنا وعلى البسطة الأولى هذية والفكرة بلزموان إن شاء الله أموان تكون وضحت شوية اللي يسمعوا فينا والكل المداخلين في هذه الاستراتيجية، استراتيجية تنمية مدينة تونس. شكرا ليك سي وليد بالحاج علي، شكرا ليك سي لطفي بن عيسى على حضوركم معنا. وانتم مازال مستمعينا خليكم ليكوت، مازلنا باش نحكيو انوفاسيون على خاطر كما قلت يلوجوا على بيئه تكون انوفانت ويكون فما شويه انوفاسيون في الدومين ومختلف لي دومين اللي قاعدين نعيشوا فيهم. دونك بعد شويه انوفاسيون ستارت اب، خليكم ليكوت مكملين معكم في باتي لاب حتى للخمسة متاع العشيه. انوفاسيون ستارت اب، إنوفاسيون ستارت اب كيما قلت لكم باش نحكيو اليوم على اون ستارت اب جيو ريفوس باش نحكيو فيها مع السي او نتاعها اللي حاضر بحضنا هوني في الاستوديو السيد اسماعيل العريبي. اهلا وسهلا بك اسماعيل. اهلا بك عشان. مرحبا. الوغ لو كان نحاولوا ان نحكيو اليوم ونقدموا جيو ريفوس اليوم دو كوا يل ساجي، شنيا الستارت اب هذيا الدومين داكتيفيتي نتاعكم وفي شنو متخصصين بالضبط؟ يعطيك الصحة على التقديم. أول حاجة نرحبوا بساعة السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكم، شكرا على الاهتمام ساعة سورتو. دونك جيو ريفوس هي أكرونيم على جيوماتيك ريفولوشن سيستم سوسيتي دون جو سوي لو فونداتور اي لو جيران. إلي امبليكي في الدومين نتاع جيوماتيك اي توبوغرافي. On est fondé à Sousse, donc on travaille partiellement exportatrice, donc on a des projets à l'étranger ou des projets fait Sousse, ça fait le domaine de géomatique, bien sûr. Géomatique, justement, de quoi on parle, ou chenille ou kifèche. Chenille ou kifèche, peut-être bien, donc on va dire que c'est Ismaël. La ville et l'aménagement humain. Peut-être bien, avec un bain de ton joue petit à petit, justement. Hein? قدم روحي ساعة اسماعيل العريبي دو فورماسيون، جو سوي انجينيور سيفيل انجينيور ان جيوماتيك و توبوغرافي. جو سوي امبر دو الجمعية الافريقية، الجمعية اجيوس اللي هي الجمعية الافريقية لتنمية الجغرافية الرقمية. جو سوي ايجالمون ان ريبريزونتون دو لا جام فارو تكنولوجي اللي هي جام معناها qui propose des outils et des solutions في la capture réalité في géomatique. باش نحكيو عليها bien sûr. Bah justement tout de suite نفهموا شنو هي géomatique avec une mention هكا juste بالنسبه ليا لازم نقولوها وهذا ما ينجم يكون كان ان ميساج peut-être اللي يسمعوا فينا الكل ولي جون اللي يسمعوا فينا على خاطر اسماعيل كيما قال اوكي خدم بالسيجن نتاعو ولكن مشى خرج وقرا لبرا وخير انه يرجع لتونس باش يكون سوسيتي نتاعو وباش يخدم في الدومين نتاعو اللي فينالمون سي ان دومين انوفون. حاولت انك تدخل فيه الانوفاسيون دو اليوم حضورك بحذنا هوني. دونك نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال بالضبط. دونك هاوش عطينا هو اكثر تفاصيل جوستومون دو كوا اون بارل اليوم ايفيكتيفمون اسماعيل. بالطبيعه دونك بور فيغ سامبل سورتو للناس اللي تسمع فينا واللي ما تعرفش شنو هي الجيوماتيك. Donc, c'est très simple, c'est un mot grec qui regroupe معناها, la géographie d'un côté et l'informatique de l'autre. Donc, la géographie, elle fait partie de la géomatique. La géomatique, elle qui regroupe plusieurs disciplines, des sciences, qui ma science, qui ma géodésie, les sciences de la Terre. نحكي اليوم على des applications في الدومين متاع العقاري قيس الأراضي، des applications في الأوربانيزم، في الأرشيتكتور، في les nouvelles technologies معناها جيوسباسيال كيما نحكيو على سمارت سيتي تو المدن الذكية، المدن الذكية les modélisations 3D، نحكيو على les applications SIG يعني نظم معلومات الجغرافية، les SIG web، شنو المنتوجات اللي تخرج منها، القطاع الفلاحي زاد امبليكي فيه، السيكوريتي يعني فينالمون عدد كبير من القطاعات اللي تنجم تشملهم الجيوماتيك. برسك كامل القطاعات، قطاع الصحة، قطاع الصحة، الصناعة، التجارة، فلاحة. احنا باش نركزوا على
قطاع جوستومون اليوم الاركتيكتور والاوربانيزم خاصة في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي السوسيتي اللي نحكيو عليها السوسيتي نتاعك اليوم جيوغيفوس استخدمتها جوستومون قاعدين نحكيو على كارتوغرافي نحكيو على طريقة جديدة جوستومون اليوم لرسم هذه النظم في بلادنا أكثر تفاصيل مثلا نزيدو نحاولوا نقدموا أكثر ونسو سبيسياليز أكثر بالطبيعة avec plaisir donc l'objectif géomatique, c'est qu'on va cartographier la réalité. Mm-hmm. Donc la réalité, on va la mettre sous forme d'une carte ou elle a des applications. Donc la cartographie, elle nécessite l'utilisation des technologies. Qui maintenant le drone, le phénomène de la photogrammétrie, où dernièrement, c'est un sujet d'actualité. Donc on va utiliser des outils rénovatrices. Des outils innovants, mais j'ai un nom à faire de même. Donc, à la Sébine Mifel, on a les drones, on propose chez GeoRevos l'utilisation de la cartographie mobile, ce qu'on appelle le Mobile Mapping System, où il repose sur trois solutions différentes pour la cartographie, à partir d'un simple téléphone portable. Donc, nous avons un téléphone pour le tasouir. Nous avons des capteurs spécifiques, donc une caméra qui peut être embarquée à l'aïhage mobile, que ce soit Karabakh, Raïm Tatran, par exemple, باش نجمو اون كونترول معناها سكاك الحديد هذه ان تيب دابليكاسيون او بيان نزيدو نكوبليو عليها دي كابتور اخرين كيما دي كابتور لي دار نستعملوهم احنا في الخدمه بور معناها افواغ اون رياليتي معناها ابروفوندي نتاع لونفيرونمون نتاعنا باتي دونك شنو نحبو نعملو فيه الكارتوغرافي Les nuages de points, il y aura une base de données complète en 3D au lieu d'avoir les simples rendus classiques qu'on avait avant. Justement, شنو الغاية ولا الهدف من هذا اليوم وقت اللي تكون عندك une cartographie simple, العادية اللي نعرفوها et في المقابل cartographie اللي تحكي عليها انت اليوم بكل هذه النظم الجديدة شنو الغاية منها شنو اللي نجمو نستنفعوا منها اليوم الغاية منها هي en fait غاية كنا لوجو عليها عنا برشا ونحتاجوها واللي هي الرقمنة احنا حاشتنا اليوم بين باز دو دوني كومبليت نتاع لو تيريتوار تونيزيان باز دو دوني نتاع لي زانفورماسيون اللي نسمع عليها عنا برشا نسمع عليها واللي لي بروجي الحقيقة اللي البلدية تو الحقيقة بدات تنخرط فيه واللي هي منخرطة فيه من قبل من عام 98 كما حكينا بكري 2002 صارت الموافقة يعني على تحويل لي كومون لجهة المنظومات المعلومات الجغرافية لي سيك لي سيستم دافورماسيون جيوغرافيك افيك لي جيوبورتاي كومونو مالوغوزمون صارت تعطيلات نتاع سنين معناها نتاع بريسك 20 سنة الحمد لله توا عندنا معناها دي كومون اللي عملوا جيوبورتاي نتاعهم كيما ليكزومبل نتاع سوسة اللي نجموا معناها يحطوا لي زانفورماسيون نتاعهم سو فورم دان جيوبورتاي اكسيسيبل لتو الموند donc nous احنا في الخدمه نتاعنا نتعاملوا soit avec des créateurs de données donc ils peuvent être des services des collectivités publiques ou elle locales في l'urbanisme في l'architecture اللي هو والا نتعاملوا زاده مع les exploitants dans certains cas معناها ça peut se chevaucher entre les deux معناها les créateurs de données هما بيدهم يبغوا exploiter on a un clin d'œil donc on va faciliter l'accès à l'information on va créer des applications dynamiques interactives تخليهم ينجموا يستعملوا المعلومات نتاعهم وينجموا surtout يستغلوا في l'exploitation et maintenance donc ça ça مش seulement عندي une donnée donc ce qui est important aussi c'est la donnée mais où les trouver cette donnée là شنو باش نعملوا بهم من بعد في الفيديو وفاش باش نستغلوهم وبالتالي انت اليوم انا عارف اللي قاعد تخدم البرا من تونس وفما دي مارشي وفما دي كومون وفما دي سوسيتي وغيره اللي يفون ابيل افو اليوم في تونس حقيقه الامور خاصه معناتها منعرفش على مستوى البلدي على مستوى الادارات على مستوى الوزارات فما تواصل فما خدمه في تونس والله الحقيقه مازلنا او ديبي قاعدين نعرفوا سورتو معناها البريستاسيون تاعنا هي فرصه سورتو اللي باش نعاونوا بيه سورتو في الكوتي معناها تاع الكارتوغرافي كان يستحقوا اي حاجه في خاطر احنا نخدموا دي زوتي دالتيليجونس ارتيفيسيال كون اي اي انتيليجونس ارتيفيسيال راهي باش تسهل برشا في الخدمه معاش كارتوغرافي كلاسيك حتى باش نعملوا الدرون ولا باش نستعملوا لي زوتي معناها انوفونت نستحقوا الانتيليجونس ارتيفيسيال باش تسرع لنا لو بروسيسوس الشين دو برودكسيون هذيك دو ترافاي نتاعنا واضح دونك هذه لمحه نجم نقولوا بسيطه على السوسيتي وسريعه وخاصه
معناتها سيك تو ذا بوينت مشينا ديريكت اهم النقاط والاسانسييل. بالنسبه للي قاعدين يتسائلوا اللي مازالوا عندهم ما يسالوا بوتيتر منعرفش فما غدوه نورمالمون فما une petite hack réunion ولا une journée géo éducation لو كان ناخذوها هكا brièvement في دقيقه من زمان اسمعي دونك بطبيعه de l'association donc c'est un plaisir déjà de faire partie de la grande famille d'AGIOS et الجمعيه الافريقيه تنميه الجغرافيه الرقميه. On a plusieurs axes d'intérêt chez AGIOS donc نخدموا surtout à sensibilisation. D'où la journée d'IMT Géoéducation en collaboration avec SUPCOM et l'École supérieure de communication. L'objectif de cette journée est de faire parler de la nouvelle technologie du géospatial, la technologie de mobile mapping, des SIG, puis qu'on aura des intervenants de deux secteurs, public et privé, dont le but c'est de promouvoir et de faire la promotion de l'information géospatiale. Donc, تقاو في برشا حاجات انتريسون باش تعلموا فيها و AGIOS معناها لي زاكتيفيتي نتاعي يمسوا السيكتور نتاع الجيوماتيك الكل اللي كنت نحكي فيهم من بكري واكثر وتشارك زاده في التقنينات في القوانين كما قانون الدرون معناها اللي هو تو اون كور في تونس واللي اخر واحد صار عام 95 ان شاء الله نستناو تو الفيرسيون جديده في القانون ان شاء الله وسيرتمون راهو باش نرجعوا عليه كو سوا في باتي لاب ولا في غيره من البرامج في اكسبريس اف ام. وي ايميل تحيه لنسرين شحات على بريزيدونت دو جي او اس دو لاسوسياسيون اللي هي لورغانيز هذا دونك توما اللي تسمعوا فينا الموعد غدوه الموعد غدوه لا جورني هذه دو جيو ايدوكاسيون باش يكون عندك عندكم اكثر تفاصيل ورؤيه اوضح بتاتر كو انتم لي ستوديون ولا لي باشو اللي تسمعوا فينا تنجم تكون لكم فرصه راهم سي لي ميتي دو لافنيغ اليوم هذوما هما اللي نحكيوا عليهم كونوا حاضرين حاولوا انكم تتعرفوا اكثر عليهم وعلى الجغرافيا ولا غيره اللي نحكيوا فيه راهو سوني بلوس كو سيتي قبل دونك راهو يلزمكم تمشيو وتكتشفوه العالم هذايا. شكرا ليك اسماعيل العريبي على حضورك معنا الاخبار توتسويت ومكملين معاكم احنا جوست ابخي في باتي لاب في اخر بارتي في فوكس تكنيك. باتي لاب باتي لاب مازلنا مواصلين معاكم ومواصلين في اخر بارتي من الاميسيون نتاعنا. كما قلنا في اول البرنامج باش نحكيو على موضوع مهم اليوم في فوكس تكنيك باش نحكيو على الماء وما ادراك ما مشكله المياه اليوم في بلادنا في علاقه تسالوا بتاتر شنو هي العلاقه مع الباتيمون شنو هي العلاقه مع الكونستركسيون هذه اللي باش نعرفوه توت سويت في فوكس تكنيك. فوكس تكنيك معنا tout de suite في فوكس تكنيك سيد خليفة الحمامي حمامي سامحني انجينيور كونسلتون ان هيدروليك و ديفلوبمون دورابل. اهلا وسهلا بك سي خليفة. شكرا مرحبا شكرا على الاستضافة. يعيشك يا سيدي. اليوم وقت اللي نحكيو على مشكلة المياه في تونس ونعرفوا كلنا عمق هذه الاشكالية ازمة المياه اللي نحكيو عليها من سنوات واللي بتاتر تعمقت خاصة مع التغيرات المناخية الاخيرة ومع الجفاف اللي قاعدة تعيش فيه بلادنا. احنا نقولوا ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار ان شاء الله الامور تتحسن ديسي لافان دو لاني والا حتى قبل. ولكن اليوم وقت اللي نحكيو على مشكلة المياه شفنا باغ اكزومبل في قانون المالية الاخير 2023 اللي هنالك يونيني دو كريديت عملت لأنه توانسة يحاولوا أنهم يعملوا المجل في الديار متاعهم أنه يتم تجميع المياه متاع الأمطار. هذا الكل ينجم يكون به ولكن خلينا نشوفوا كيفاش نحكي على ترشيد وعلى تثمين المياه في هذا القطاع قطاع البناء. نعرفوا أنه توا دو بلوس اون بلوس البناءات هي عمودية نحكي على دونك عمارات على دي ريزيدونس وغيره. كيفاش نجمو نثمنو كيفاش نجمو نقتصدو في الطاقة وخاصة في المياه اليوم وقت اللي نحكيو على أزمة مياه في بلادنا سي خليفة؟ شكرا يعطيكم الصحة على الاهتمام بالموضوع خاطر احنا معناها كلام احنا كخبراء مهندسين في المياه معناها عندنا شهر أعلننا ما يسمى بالطوارئ المائية وطلبنا بها على أساسا الوضع حرج وحرج جد مدام احنا في وضعية في تونس معناها تحت معناها الفقر المائي وصلنا للشح المائي معناها اذا كان ناخذ لينورم معناها العالمية نلقاو معناها نعمل في 430 متر كوب لكل مواطن وقت اللي هي معناها النورم في 1000 متر كوب دونك نصوم تري لوا وما والوضعية ماشية تتأزم باعتبار التغيرات المناخية. بما ان التغيرات المناخية صارت لازمنا نتأقلموا معاها على خاطر طويلة ولت معناها اما جفاف معناها تطويل والا كما نقولوا امطار غزيره
كورسير معناها معناها باش نعملوا البرنامج نتاع التأقلم يلزمنا طاقة خزن بديلة، خاطر نحن تعودنا وبرشا عادات كانت عندنا موجودة شخصيات والماجل قبل صحيح معناها والانترنت نتاع الماء كنا معناها موجودة في كل دار معناها وفي كل دشرة، لكن معناها تخلينا عليها علاش خاطر وصلنا اونجير لابوندونس وقت اللي يمشينا اللي راهو معناها ينزل الماء ينقص في وقت من الاوقات وهو صارت لنا ديجا معناها عندنا دي مونك كبير في الصيف معناها لا دوموند تفوت لو في برشا ولازمنا نرجعوا لهالمهيره تقنيه معناها معمول بها وتقنيه عالميه اللي هي تسمى حصاد المياه معناها لا كولكت ولا لا ريكولت دو لو فهمتني حصاد المياه معناها كيما يمر عن طريق السدود وعن طريق المنشآت الكبرى راهو يمر عن طريق المنشآت الصغرى اللي هي هذه المواجهه. هو جوستمون اليوم سي خليفه سامح عليك، ولكن باش نقدموا يعني اليوم صحيح الماجل الفسقيات وغيره وليسيتيرن اللي تحكي عليهم هذوما الكل كانوا موجودين قبل، وهذه هي نجم نقولوا العادات نتاعنا قبل في البنايات، ولكن بتطور البنايات بتطور الاركيتكتور اليوم والتهيئه نتاع المناطق العمرانيه، هل هذوما الحلول ولا هذه الحلول ما زالت متاحه نجم اون ليزابليك اليوم في العمارات في الديار نتاعنا في مختلف معناتها فينالمون لي زاسبي اللي قاعدين نشوفوا فيهم والتطور اللي قاعدين نشوفوا فيه في البنايات في تونس؟ شوف مدام معناها مش لي زابليكازمون بركا يلزمنا ازيمون سي بوسيبل تكنيكمون سي بوسيبل اللي بناء عماره ب 10 ثقان ما ينزمش يصير معناها ماجل نتاع ماء بحذاء يعني انت بالنسبه ليك ماجل ينجم يكون باغ اكزومبل في العماره اليوم ماجل اللي يكون هو يجمع المياه بالنسبه لل بتاخ نجمو نخليوه حتى للي تخافوا الا للميناج ولا غيره، وما هذه حاجه لازمها تولي تدرج في لي بلان من الاول فينالمون جوستومون هي موجوده في قانون 2018 مادام راه موجود معناها ان اوبليغاسيون تاع توسكي كولكتيف مثلا ريزيدونس لي باركينغ العمارات مش مفعله فوالا اذا معناها البنايات كيما نقولوا نتاع البيبليك الاداري غير اون اوبليغاسيون تولت معناها وبالقانون في 2018 خرج القانون باه مدام امير تقول ماهيش مفعله اليوم دي سيتيرن زي ولا دي باش دو معناها في موقع البنايه والسندكاء معناها تتابع من بعد وتعمل لونتروتيان فيه معناها قانون اتى على كل شيء، ولكن هذا معمول به ام لا سي خليفه؟ هذا هو السؤال اليوم. هذا معمول به ام لا؟ لا جوستومون انا نقول لك معناها من الناحيه القانونيه معناها ثم كيما نقولوا اندوكري واضح وفيه لي ديسبوزيسيون الكل، لكن مش معمول به لخاطر ما معناها الجهه اللي باش تنفذ اللي هما في الاخر يقول لك معناها وزارة التجهيز أو وزارة البيئة معنيان بتنفيذ هذا الأمر. وهي يلزمها تشترط قبل الرخصة نتاع باعة عقاري تقول له في الرخصة يلزم تعطيني أن بلون نتاع الباش دو وتعرضها وافيك تيد دي فيزابيليتي تتعرض على وزارة الفلاحة. واضح. ومن بعد لابروفاسيون نتاع وزارة الفلاحة معناها يتجسد المشروع ومن بعد معناها يتسلم للسنديكا السنديكا عندها بروتوكول دونتريتيان دونك معناها صارم جدا في القانون في الحكايه هذه ومعناها حاطين حتى تريك كونديسيون تاع كيفاش يتعمل وشنو الاحتياطات اللي تاخذها دو بوان دو في ايجين دو بوان دو في سيكوريتي دو بوان دو في اوفرا. واضح. شنو الحل هو باش نشجعوا كل شيء فهمتني، لكنه عمليا ما تعداش للتطبيق خاطر ديما مازلنا في معناها على اساس انه هاو الماء عندنا من عند السوناد وبرونشي واضح مع الناس فهمتني. هو السؤال اليوم سي خليفه زاد مراقبه للتطبيق معناها بالضبط نحن نعمل قانون ومن بعد نسيبوه هكاك في هذا هو اليوم عدم تطبيق هذا القانون وهذه النقطه بالذات معناتها اللي نجم يعني لو كان من 2018 ديجا قاعدين نطبقوا فيها يمكن ما نلقاوش روحنا اليوم في السيتواسيون اللي احنا فيها اليوم. تقول مادام مال شنو هو الحل، وانا سؤالي الاخير زاد هل التكلفه نتاعها كبيره ام لا؟ لا مش كبيره التكلفه راهو كي تحسب التكلفه يا مدام راهو التكلفه معناها سان بيتيت اوفراج ينجم يكون اون بيتون ارمي ينجم يكون اون ميلون ينجم يكون اون ماسونيري ينجم يكون معناها الحلول موجوده نعطيو رقم يقدرش تكلف
أنا نقول لك معناها الكوم تاعه معناها الفاري معناها ثم إذا كان استيتيليزاسيون انديفيديال حتى ب 5000 دينار ينزم يعمل معناها كما يقولوا انسيتيرن. واضح. إذا كان في عمارات واحد معناها سافاكوتي دون 15-20000 دينار فهمتني؟ وراه معناها البروفيت من التراث اللي عنده وذيك خاطر هو كبتاج من المياه اللي تهبط في السطح. بالضبط. وراه يزيد يعاون حتى على الحمايه من الفيضانات خاطر تصب 100 ملم على تونس مش كيما معناها تحوزها اللي تيرن هذونا كيما تهبط طول في الكياس. واضح. واضح. دونك سيتين يوتيليزاسيون ا دوبل فان وراه فيه معناها بروتوكول معناها صحي وكل شيء انه من بعد لازم نستعملوه. في الجاردينات نستعملوه في الفشات نستعملوه في غسلان الكراهه بان سيدي سويت وراهم هذاكم هما لي بوست اللي يستهلكوا اكثر ماء نتاع الصونيل ايفيكتيفمون صحيح سامحني اذا كان نحكوا على 100 لتر ماء يستهلكها كل مواطن في النهار يشرب بترتين برك والاخرين كلهم دوميستيك صحيح معناها اون بي ريدوير الماكسيموم نجموا نقصوا 40 متر ماك 98 هذيك يوتيليزاسيون من الوقت وما يلزم كيما قلت لك معناها التطبيق والوقت الحاجمه باش معناها يتنفذ هالمشروع وراو ثم ديزافونتاج وانت ذكرتي منهم راو ثم ديزافونتاج نتاع تمويل معناها صحيح بكريدي 20000 دينار على 7 سنين بلاش سونز انتيغي سورتو ما يلزم توعيه اكثر ويلزم تحسيس وانت تتكلم معناها سي بيان دو تريتي سيت كيستيون يا عايش الفو ان بو بوسكيلي الجهات نتاع الرقابه والواحد باش تمر الى التنفيذ ان شاء الله الصوت يكون وصل سي خليفه شكرا ليك سي خليفه الحمامي انجينيور كونسلتون اون هيدروليك اي ديفلوبمون دورابل احنا مازلنا مواصلين في نفس الموضوع وباش ناخذوا راي مدام روضه قفري جوستمون باش تكون حاضره معنا بالهاتف فاصل صغير ومكملين معاكم في فوكس تكنيك نحكي واليوم كيفاش نجمو نثمنوا المياه في اللي باتيمون نتاعنا خليكم معنا فوكس تكنيك مازلنا مكملين معكم في فوكس تكنيك واخر فقره في حلقتنا لليوم من باتي لاب كما قلنا باش تكون حاضره معنا توتويت توا بالهاتف مدام روضه قفريش معنا ليكسبيرت اون نو اي ادابتاسيون او شانجمون كليماتيك اهلا وسهلا بك مدام روضه مرحبا بكم يا عايشه كلا لا alors madame Rada لو كان نرجعوا بالنسبه للكونسوماسيون دو اليوم خاصه في المباني اليوم في عيشتنا نتاع كل يوم لو كان نحاولوا نقدموا كلكو شيفر كلي بعض الارقام اللي بهم هما نجموا نعرفوا قداش قاعدين نستهلكوا مياه اليوم في ديارنا وفي اللي باتي ممتعنا مرحبا بكم حسب المعطيات نتاع الشركه الوطنيه للصرف وتوزيع المياه المواطن التونسي يستهلك تقريبا ما بين 100 و110 لتر في اليوم هذا معدل بالطبيعه فما ناس تستهلك يمكن 300 فما ناس تستهلك 80 هذا معدل هذا من غير ما نحسبوا معناها استهلاك نتاع المستشفيات هذا اللي يستهلك التونسي معناها دوميستيك الاستهلاك هذا معدل يومي الاستهلاك هذا يشوفه فصته فصته طبعا معناها الماء اللي نستعملوه للغسيل معناها الدوش الماء اللي نستعملوه لغسيل الملابس الماء اللي نستعملوه في المطبخ يعني في الكوجينة للطبخ والماء اللي نستعملوه طبعا في التواليت يعني في معناها بوليجي بس اللي نلزم نعرفوه سيك كل مرة تضغط على معناها الزر متاع التواليت هذيك ما بين 8 و9 لترات معناه إذا كان المواطن يمشي 5 مرات بركة معناتها في داره هذوما تقريب 45 إترا مشاو معناها ما نظيف استعملناه معناها للتنظيف معناها في المرحلة يعني أنت تقول اللي 60% بتتخ من الكونسوماسيون متاع الماء في الإطار المنزلي ولا في ديارنا هو ماشي في اللي شازدو فما ما بين 50 المعدل هذي ما بين 50 و60% من الماء اللي نستعملوه من عند الصناد يمشي في التواليت واضح بس هذه كمية كبيرة برشا هذه الحاجة الأولى لازم نشدوها بس بالنسبة للمعناها الغسيل متاع الشخص معناها التدويش متاعه فما ناس تدوش برشا فما ناس تستعمل البانو معناها تعطي البانو وتقعد فيه لازم نعرفوه اللي الحنفية متاع الدوش ولا متاع البانو تستهلك تقريب 16 لتر معناها في الثانية في سامحني في الدقيقة واضح بس احنا انتم تعرفوا اللي الانسان وقت اللي يحل السبالة متاع الدوش ولا متاع البانو جنرال مول ما يجيش يدخون توت سويت صحيح ما يجيش يجيه بارد على الأول
حتى الفين يخلط الماء سخون انت واللي معناها القنوات والشديره والبعد بارافور البوان تاعك هذاك نفس الشيء في الكوجينه دونك فما كميه نتاع ماء ديجا ضيع هذاك الماء مهدوره بارد اللي فيه قليل باش تلقى شخص معناها الماء البارد هذاك يعبيه في الصل ولا في بان ولا حاجه يقول لك نسقي بيه ولا صحيح صحيح ولا نتاع الشوكولات معناها الماء هذاك ضايع دونك فما كميه زاده نتاع ماء هذيك الضيع اللي فما معدات تكنولوجية نجم نحطوها معناها على السبالة متاع الميلانجور هذيك متاع متاع الدوش ولا متاع الكوجينة فما حاجات زادي نجم يعملهم الخبير متاع الفلويد يعني اللي يخدم على الارشيتيك باش يحسن باش يقرب القنوات معناها متاع الماء التسخين باش ما يبداش بعيد على الشوديرة باش معناها يقلل في الطريق نتاع الماء باش الماء يسخن فيسع ويخلط فيسع للبيت البارد معناتها واضح دونك فما نقول انا فما 70% ولا 75% من الماء هو ما بين يعني التدويش وما بين التواليت هذوما يمشيو معناها اللي معناها نقول انا معناتها بالنسبه للتواليت معناها مش من المعقول معناها بلاد ما عندهاش ماء معناها تستعمل الماء نظيف للتواليت كل انت مالك كيفاش باش نعمل باجوست ما فما حلول نورمالمون اي كيفاش نعملوا تو فما برشا مواطنين ما يعرفوش يقول لك اني شاري دار هكاكا ولا نسكن في بورتمان مش باش نعمل اوترومون فما عده حاجات نجموا نعملوها واللي هو الارشيتيكت كي يعمل الارشيتكتور ولا الكبير نتاع الكويت اللي كي يعمل معناها تركيب الحنفيات وتركيب الحلاقم معناتها المعدات نتاع الماء البارد والماء السخون كنا نجموا مثلا الماء نتاع اللافابو اللي وقت نغسلوا وجوهنا نغسلوا دينا معناها ما ماهوش نظيف ما فيش زيوت ما فيش بقى فما شويه صابون نتاع غسيل اليدين معناتها ولكن نجموا نعاودوا نستعملوه نربطوا معناها اللافابو هذاك بشدوا ونجم نحطوا حتى فيلتر صغير باش ينحي الشعر وفي الحاجات هذيك والماء يولي من لافابو يمشي للشازدو باش نقصوا شويه استعمال معناها الماء نظيف معناها باش ننظفوا التواليت نتاعنا للاسف ما فماش شركات يعملوا الحكايه هذه ما ماهمش لا ما همش موجوده شويه في الخارج في سوندي شويه معناها انديفيديوال اما هذا معناها نقول انا معناها الارشيتكت والاكسبير نتاع الفلويد يلزم في الـ في الـ في الـ وقت يعمل لي سوليوشن تكنيك في اي معناها ايموبل باش يعملوا طول معناها اي بلان موبيليي معناها وقت يعمل لك ما نعرفش انا ريزيدونس فيها 40 دار ولا 50 دار ولا 80 دار يلزم يدخل معناها المعطيات الجديده باش يحسن في استعمال الماء وتقليل استعمال الماء واي واضح. ماء غير ملوث يعني النجم نفسه نسميهم هذوما ديزو غريز المياه الرماديه ينجم يعاود استعمالهم في المنزل واضح كيما مثلا الماكينه لافي نتاع البيتال ولا الماكينه نتاع الحوايج نتاع الدبش واضح ناس عندها الماكينه لافي نقول انا معها الماء الاخراني اللي تشلل بيه الماكين ينجم زاده يعمل له في عوض يطيشوا في الحلاقه نتاع اللونات ينجم يعمل إعادة استعمالهم كيف بالضبط لهنا يا مدام بالنسبة للزيمابل يعني مدام روضة اليوم جوستومون إذا كان نحبوا نلخصوا اليوم باش هاللي براتيك هذوما يكونوا انسكريت جوستومون ويدخلوا في البراتيك مع عند أي أرشيتكت وإلا انجينيور فلويد كما قلت أنت اليوم يلزم هذوما يكونوا دي ريكومونداسيون يتعطاو من الأول فما كيفاش كومون لي زونكري فينالمون كمان لازم نكوراجي هما نتصور انا الاكسبير فلويد ولا الارشيتكت عندهم دي كاي تشارج يمشيو بيه حسب ما يطلب الكليون لكن فما زادك لو كود دو لوربانيزم زاد يعتمدوا على الكود دو لوربانيزم الكود دو لوربانيزم تعمل وزاره التجهيز لازم الكود دو لوربانيزم هذاك يتحسن ويدخلوا فيه معناها معطيات جديده لي بارامتر الكل باش الارشيتكت والا الاكسبير فلويد يتبعهم واضح هذا ما يمنعش خاصه كي تبدا ريزيدونس بريفي ولا دار بريفي معناها الارشيتكت ينجم معناها
معناها البروبوز للكليونتيه وقول له راهو باش تستحفظ على الماء تقعد فاتورتك ما نعرفش تجيك 100 متر كوب في شهرين ولا في ثلاثة شهور تنجم تعمل كذا وكذا باش معناها تنقص في استعمال الماء نتاعك. واضح مدام. أخرى اللي يلزمهم يكونوا موجودين أنا راهو معناها في الحنفيات، الحنفية كي نشريوها اللي ستاندار، لكن فما دي بتيز اكيبمون صغيرات تاع البريسيون في شير تخرج الماء هذاك نسميوهم دي زيكونوميزور، يتحطوا غاديكية ينقصوا في الديبي ويخرج الماء بشوية هواء بتل فاسون الديبي متاع الروبيني متاع اللافابو تكون 12 لتر بار مينوت تهبط حتى 5 لتر بار مينوت. واضح. ما حسناش احنا كش نسودينا ولا نغسلوا جونا ولا الواحد يتوضى ولا اللي هو مش شاس دي تواليت زاد اللي يعمل دمي ديبي وديبي كومبلي دي كيبمون يتشراو بفولا يتحطوا دان لي روبيناتري الكل يولي الكبير متاع السيد اللي ركب معناها السباب هذوكم الكل يشريوهم يقترح على المولى الدار ولا مولى الانتربريز ولا مولى المعمل ولا اللي هو يقترح عليه يقولوا فما دي ديكيبون ديكونومي دو يلزم يتركبوا معناها ب 15000 ولا 17000 القطعه شيء ما فيها. اما من بعد يلزمك تشوف الايكونومي اللي باش تعملها من بعد حتى على فاتورتك نتاع الماء، يعني هذا ما ينجم يكون كان ان ارغومون بالنسبه للبروبريتير ولا للشركه ولا غيره. شكرا لك مدام روضه. نحب ربي راهي الدوله التونسيه معناها حتى ان شاء الله احنا هنا وصلنا الصوت مدام روضه معناها وأجبرت الناس باش تركبهم، لكن للأسف هذا ما صارش معناها المواطن التونسي وحده يلزم يوعى اللي لي زيكيبمون موجودين وإذا كان يحب ينقص في الفاتورة متاعه طبعا يلزم يشريهم إن شاء الله معناتها أسي لونغ تنظيفهم سهل تنحيهم تحطهم بشوية خل ولا تنفضهم شوية فماشي تراب ولا كيف يقص ساعات ما معناها واضح تنظيف ويرجعوا وما فما حتى مشكل في الاستعمال نتاعهم. واضح. شكرا لك مدام روضه قفريش ليكسبيرت ان نو اي اون ادابتاسيون او شانجمون كليماتيك. شكرا على قبولك الدعوه. معك تكون وصلنا لنهايه مشوارنا اليوم من باتي لاب. شكرا لك مدام امال سويسي طالبي نوتر اكسبيرت. شكرا على حضورك بحضرنا وعلى لي انفيتي الكل اللي كانوا حاضرين معنا ليكيب تكنيك الكل او كومبلي. الجمعه الجايه الموعد يتجدد كل نهار الجمعه من 3:30 حتى للخمسة في باتي لاب جديد. ان شاء الله ترجع لكم ندى منصور. نقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا على راديو اكسبريس اف ام. باتي لاب